كل ذريات رسول الله. يقول انه عندهم ان من كان من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على النجاة يوم القيامة بشرط الإيمان، بشرط الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ومن ارتكب من أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم معصية يؤاخذ بها في الدنيا والآخرة. فقال: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وقيام بعض أهل البيت بالمعاصي لا يعني أنهم في النار، لأن الله غفور رحيم، ولأن النبي له شفاعات، ولأن الله يختم لهم بخير. ولكن أهل البيت تحت سلطان الشرع، فمن ارتكب منهم معصية أو جريمة في حق العباد أو في حق الله عوقب ووقع عليه الشرع الشريف، فالشرع أولى منهم. وكان أحد شرفاء مكة ضبطوه يشرب الخمر، فذهبوا به إلى الحاكم ليقيم الحد، فأقام الحد وهو يضربه يقول له: سامحني يا سيدي. بس يضربك هضربك. سامحني يا سيدي. ادي الناس اللي بتفهم سامحني ايه يا سيدي. فهذا هو الجزء الاول، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يقيمنا في الستر على هفوات اهل البيت الكرام، حبا في رسول الله. والستر مطلوب منا لعموم الأمة، ولو بهدبة ثوبك تستر على أخيك، فما بالك لو كان مودة لرسول الله. فالستر والعفو مطلوب منا للسادة الكرام، لكنهم لا يعفيهم لا من شرع في الدنيا ولا من مؤاخذة في الآخرة، إلا أن مصيرهم بعد العفو والصفح والمسامحة والود والشفاعة إلى الجنة بشرط الإيمان. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم، والسؤال: من هم أهل البيت؟ فالإمام البجوري يقول إن الاختلاف طبقا للباب، فأهل البيت في باب الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، أما من كان في النسب فهم أبناء فاطمة عليها السلام، وأما ما كان بمعنى العموم فيدخل فيه كل مؤمن. حتى عملوا قاعدة كده اسمها: أنا جد كل تقي. صلى الله. وهذا ليس بحديث، هذا كلام
أخذوه من سلمان منا آل البيت. سلمان فارسي لكنه ألحقه بالمعنى الواسع. إذن فأهل البيت